بسم الله الرحمن الرحيم. أحباب الأعزاء، من قناة أحباب الرسول كتاب المسموع، موعدا اليوم مع شخصية جديدة من صور من حياة الصحابة، الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. وشخصية اليوم هو الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي، والذي قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. بطل قصتنا هذه رجل من الصحابة يدعى عبد الله بن حذافة السهمي، فقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من قبله دون أن يأبه لهم أو يخطروا له على بال، لكن الإسلام العظيم أتاح لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيد الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وأن تكون له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة التادة ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فقد كانت في السنة الثالثة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام، ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فهؤلاء الرسل سيذهبون إلى بلاد نائية لا عهد لهم بها من قبل، وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها، ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملائكة إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود، لذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فبعثنا حيث شئت. انتدب عليه الصلاة والسلام 6 من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي، وقد كان اختير لحمل رسالة النبي صلوات الله عليه إلى كسرى ملك الفرس. جهز عبد الله بن حذافة راحلته وودع صاحبته ولده ومضى إلى غايته، ترفعه النجاد وتحطه الوهاد، وحيدا فريدا ليس معه إلا الله، حتى بلغ ديار فارس فاستأذن بالدخول على ملكها، وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله ابن حذافة بالدخول عليه. دخل عبد الله ابن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته الرقيقة، مرتديا عباءته الصفيقة، عليه بساطة الأعراب، لكنه كان عالي الهامة مجدود القامة، يتأجج بين جوانحه عزة الإسلام وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان. فما أن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد الجانب بأن يأخذ الكتاب من يده، فقال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه إليك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدن مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يديه وأن يقرأه عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب،
في صدره فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي هذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له، أيقتل أم يترك حرا طليقا؟ لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وركب راحلته وانطلق. ولما سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل عليه عبد الله فلم يوجد، فالتمسوه فلم يقفوا له على أثر، فطلبوه في الطريق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاج رجلين جلدين من عندي، أمرهما أن يأتيان به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إفطار، وطلب إلى الرجلين أن يقف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يستقصي أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان يبغيان السير حتى بلغ الطائف فوجد رجالا تجارا من قريش، فسألهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا: هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون: قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. أما الرجلان فيمما وجهيهما شطر المدينة حتى إذا بلغاها لقي النبي عليه الصلاة والسلام ودفع إليه رسالة باذان وقال له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد آتيناك لتنطلق معنا إليه، فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهما: ارجع إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي قال له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى كسرى؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شرويه في ليلة كذا من شهر كذا، فحدق في وجه النبي وبدت الدهشة على وجهيهما وقال: أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك لباذان؟ قال: نعم. وقولا له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. خرج الجولاني من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم على باذان وأخبره الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. لم يلبث أن قدم على باذان كتاب شرويه وهو فيه يقول: أما بعد، وقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، وقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ بالطاعة ممن عندك. فما أن قرأ باذان كتاب شرويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخولهم في الإسلام، وأسلم من كان معهم للفرس في بلاد اليمن. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟
فقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة السهمي، وكان قيصر عظيم الروم، قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما تحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا، وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيد الروم، فحملوه إلى مدينتهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد الصادقين، إلى دينه قد وقع أسيرا في أيدينا فآتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا. قال: وما هو؟ قال: أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعل. قال: إذا أقتلك. قال: أنت وما تريد. ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته بالرومية: ارموه قريبا من بين يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى. فقال: ارموه قريبا من رجلي، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيم فصب عليه الزيت ورفعت عليه النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسرى المسلمين، فأمر بأحدهم أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل، فلم يأس منه، أمر أن يلقى في القدر الذي ألقي فيه صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع، وقال: ردوه إلي. فلما مثل بين يديه عرض عليه نصرانية فأباها. قال: ويحك، ما الذي أبكاك إذن؟ قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي لعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلص عنك؟ قال عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: قلت في نفسي: عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك علي. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق عمر أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه، رضي الله عن عبد الله بن حذافة وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.